يعني جم حد من مطورين، انا بقعد مع ناس كتير يعني للشغل، فبيقول لي يعني ايه عايزين نعمل تمويل عقاري منخفض التكلفه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ قلت له طيب، التمويل العقاري للبنك النهارده بيدي يعني من 8 ل 10%، مش كده ولا؟ وبعض الحاجات اللي هي صغيره البنك المركزي كان عمل شويه تسهيلات للناس. قلت له طب انا لو جيت النهارده عملت تسهيل عقاري لمليون وحده سكنيه ب 5%، المليون وحده دول هيكلفوا قد ايه؟ ده رقم. والتمويل بتاعهم ده قد ايه؟ ده رقم. وتكلفه الفرق بين التكلفه الحقيقيه للتمويل وبين اللي انا هوفره للناس، انا هديله 5% 6%، مين يدفعه؟ مين يا دكتور؟ قال لي وزاره الماليه. قال لي ايه؟ قلت له ما اقدرش، ما اقدرش اعمل ده، انا كفايه عليا قوي ان انا اعمل التمويل منخفض التكلفه لصالح اللي هي الفئات اللي ايه، لكن عشان اخلي سوق العقار في مصر يبقى اكبر من كده وياخد شريحه اكبر من كده لازم افكار اخرى، لازم ايه؟ افكار اخرى تطرحوها ونحلها تبقى ممكن قابله للايه؟ للتنفيذ يعني. فانا بقول ليه وفي اطروحات كتير كده بتجي لي زي دي، اقول له ما اقدرش، انت بتتكلم من وجهه نظرك انت بس اللي هو المستثمر، لكن انا عايزك تتكلم من وجهه نظر عامه، اقدر اعمل المقترح اللي انت طرحه ولا لا؟ لو انت طرحت طرح اقدر اعمله ده معناه انك انت حطيت فيه كل الاعتبارات يعني.